هي الزبادي، الزبادي أو اللبن الرايب. هنستخدم الزبادي أو اللبن الرايب. طب هنعمل الاتنين مع بعض ازاي، أو ازاي نستخدم الطبق ده؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم طبق. الطبق ده مهم جدا جدا، لانه الطبق اللي هنعمله النهاردة مع بعض وهتاكليه الصبح كده على الفطار، او هتاكله على الفطار، بيساوي جرعة انسولين، اللي هي الجرعة اللي بتقسمها الصبح وبالليل. دي هتبقى جرعة يومية اللي هتظبط لك السكر، وبطبق واحد ومكونين اسهل من بعض. تعالوا بينا نشوف النهاردة ايه المكونات اللي معانا وازاي نستخدمهم، وهنستخدمهم لمدة قد ايه. متنسوش بقى لايك وشير، وتابعونا كتير عشان يوصل لكم كل جديدنا، وتابعوا صفحة الوصفة السحرية على اليوتيوب. اول حاجة عشان ما اطولش عليكم هنبدأ على طول. ايه المكونات اللي معانا النهاردة؟ معانا الياف كتير. معانا اول حاجة التفاح. التفاح هو مصدر غني للالياف الكتير والمعادن، عشان كده التفاح هو اهم مصدر لينا النهاردة ونقدر نستخدمه. تاني حاجة هنستخدمها النهاردة مع بعض هي ايه؟ هي الزبادي، الزبادي او اللبن الرايب. هنستخدم الزبادي او اللبن الرايب. طب هنعمل الاتنين مع بعض ازاي، او ازاي نستخدم الطبق ده؟ هنخش على طول في الطبق ونقول اللي هنستخدمه هنا يا جماعة. اقوى حاجة موجودة في التفاح اللي هي قشر التفاح. هنقشر التفاح ونبدأ نقطعه عشان نستخدمه. يبقى النهاردة هيبقى معانا الوصفة دي. طب الوصفة دي زي ما احنا قلنا فيها مكونين اتنين، اللي هما التفاح والزبادي او الياجورت. طيب هنعملها ازاي وازاي نستفيد بيها مع بعض؟ اول حاجة احنا مش هنستفيد زي ما احنا قلنا بالتفاح، احنا هنستفيد بقشر التفاح. قشر التفاح، عشان كده هنيجي نقشر التفاحة مع بعض ونبدأ نستخدمها. مهم جدا قشر التفاح يا جماعة، مهم جدا جدا جدا. اهو بصي ده اللي هنستخدمه. تكوني غسلة التفاحة كويس وتبدأي تقشري القشر بتاعها. القشر بتاعها فيه الياف، دي بتعمل على سد الشهية، بتقلل امتصاص السكريات، بتعمل على افراز الانسولين، فبالتالي ليها وظيفة مهمة جدا، وهي دي اللي هنستخدمها النهاردة وهتكون مهمة معانا. طب اي تفاح ينفع؟ اي تفاح ينفع. عندك تفاح اخضر او تفاح احمر مفيش مشكلة، اي نوع ينفع. تبدأي تقشري كده القشرة الخارجية وتاخديها، لان دي فيها كلها مادة البكتين اللي نقدر نستغلها وناخدها معانا في الوصفة النهاردة. النهاردة بعد ما خلاص قطعتها اهيت، هيكون معاك علبة زبادي او ياجورت. ممكن مثلا تستخدمي زبادي طبيعي او تشتري عادي من مكان، يعني مهم جدا يكون كمان زبادي فريش. وهستخدم علبة زبادي كاملة على الوصفة اللي معانا. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الزبادي. ابدأ بقى اقطع قشر التفاح لقطع صغيرة خالص عشان اقدر استفيد بيها، تمام. والاتنين دول هيبقوا وجبة دسمة كده زي ما انت شايفة كده. هتبدأي تقطعي قشر التفاح لقطع صغيرة عشان تقدري تاكليها، تمام. هنقول دلوقتي فوائد قشر التفاح مع الزبادي وفي الوصفة دي بالذات. هنقطع بس قشر التفاح لقطع صغيرة ونبدأ بقى نحطهم على الزبادي. الوجبة دي بتتاخد الصبح عشان ليها فوائدها. قولي دلوقتي اهو الاتنين يتحطوا مع بعض كده. ابدأ اخد معلقة كده، معلقة، واخلص الوجبة دي عشان هي وجبة دسمة جدا. طب اهميتها ايه؟ طبعا حضرتك لقوا في دراسة اتعملت تبع وزارة الزراعة الامريكية، قالوا ان استخدام تفاحة متوسطة الحجم هتديكي 25% كربوهيدرات و19% سكريات. طب دي اهميتها ايه؟ ده سكرياتها عالية،
قالك لا، قالك التفاح فيه فركتوز، الفركتوز دوت مهم جدا جدا ان هو مش هينفع نسبة السكر في الدم. امال ايه؟ لا هتقدري تستفيدي بيه. فسكر الفركتوز حلو، اللي موجود منه 19% في التفاح. طيب حاجة تانية مهمة جدا جدا، اللي هي ايه؟ اللي هي طريقة امتى تاخده يا جماعة. اللي بيتاخد بالظبط، باخد الطبق دوت على الفطار اول ما اقوم الصبح كده، اخده على طول، اخده على الريق. تمام، يبقى الطبق ده هتقومي على الريق كده على طول الصبح، تقومي واكلاه تفاح وزبادي. تمام، التفاح والزبادي هيفرق معاكي جدا. ليه؟ لانهم كلهم مليئين الياف و معادن. طب احنا كده اتكلمنا عن طريقة الاستخدام، و نيجي بقى لنقطة مهمة جدا، هي أهمية الوجبة دي. زي ما احنا لسه قايلين إن في وزارة الزراعة الأمريكية طلعت قرار إن كل التفاح دوت مليان فركتوز، والفركتوز مش بيرفع نسبة السكر في الدم، عشان كده أقدر أستفيد بيه. طيب حاجة مهمة تانية، ألا وهي إن الألياف اللي موجودة في التفاحة ديت تقدر تقلل لك الامتصاص، بتقلل لك الهضم، فبالتالي هتقلل امتصاص السكريات اللي انت بتاكليها، عشان كده مش هترفع السكر مره واحده اول ما تاكلي، مش هترفع السكر في الدم بسرعه. طيب تاني حاجه مهمه جدا، بتعمل على استقرار السكر في الدم. تمام، وبتقلل مضاعفات مرض السكري، تقلل مضاعفات مرض السكري، وكمان بتقلل ارتفاع السكر المفاجئ. كمان يا جماعه انتوا عارفين ان التفاح ده بيتاخد للاطفال، بيتاخد للناس الكبار، لانه كله ارياف، بيعالج الاسهال، بيعالج الحموضه، مهم جدا لفقر الدم الانيميا، عشان كده مهم المريض السكري، يعالج لك مضاعفات ويعالج لك المشاكل. مريض السكري ده مصاحب ليه اسهال، اضطرابات في الامعاء، فبالتالي محتاج حاجه تقوي امعائه او تشغلها وتعالج له المشاكل دي، فهي الوجبه دي مفيده جدا جدا جدا. برضو هتديك طاقة، لان مع الوقت مريض السكر محتاج طاقة، وكمان في ناس بيمنعوه من التفاح. لا التفاح مش ممنوع منه، بس الفكرة انك ازاي تستغليه او تستفادي بيه. هنا استفدنا بقشره، بقشره، بقشره ليه؟ عشان قشره كله مادة بكتين، كله مادة مضادة للالتهابات. البكتين ده بتشغل المعدة، فبالتالي مضاد للاسهال والامساك، فانتي بتستفيدي بيه على قدر الامكان. يبقى الوجبه دي تاخدها كده قلبه زبادي على قشر الرمان، هيغير لك حياتك خالص. بس وهي دي تلتزمي بيها حوالي 4 اسابيع، وان شاء الله الدنيا معاك هتتظبط خالص، ومش هتلاقي اي مشاكل تانية بتواجهك في حياتك، من مضاعفات، من مشاكل مرض السكر. وكده احنا جينا في نهايه الفيديو، اللي محتاج اي وصفة، محتاج اي معلومة، يقول لنا في الكومنتات، وانا ان شاء الله احاول افكه على قد ما اقدر وارد عليكم. شكرا جدا، في نهاية الفيديو يا رب تكونوا استفدتوا.